السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، اموركم بخير، هانيين، صحتكم لاباس؟ ايوا الحمد لله، من نتوما لاباس؟ راه حتى انا لاباس، ياك كلشي بخير، اللهم لك الحمد. منين تكونوا نتوما ناشطين وماشطين، فاختكم حتى هي كتكون ناشطه وماشطه. اليوم غادي نشارك معكم واحد المفاجاه اللي صغيره هكا، غادي نحضروها مع بعضياتنا المرات لوسي، وكنطلبكم تبقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش تكتشفوا هكا المفاجاه. فغادي اول حاجه غادي ندوز دابا ندير هي غادي نحضروا العشاء، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا اشنو غادي نوجدوا ان شاء الله، واشنا هي هذه المناسبه. غادي ندوز دابا باش غادي نشرمل هاد الدجاج ديالي، نوجدو ونخليه هكا يرتاح على ما ندي. غادي ناخذ واحد المعلقه ديال صوص الصوجا، انا مابقاش عندي بزاف، بقى عندي شويه، غادي نديرو كامل. غادي واحد جوج معالق ديال المطار، من جوج معالق كبار ديال المطار، الخلطه العجيبه اللي كندير دائما. صافي، وغادي ندير هاد جوج دويمات ديال الثومه، بالنسبه للقامه كما كتشوفوا، يعني عندي الخرقوم، سكنجبير، الملح، شويه الابزار، شويه ديال الهريسه فقط، وغادي ندير واحد شويه ديال العطريه ديال الدجاج. غادي ندوز نجيب العطريه ديال الدجاج، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، وغادي نحاول نخلط هاد العناصر هكا مع بعضياتها. هاد الخلطه دائما كنديرها البنات. صافي، غادي ناخذ الدجاج ديالي، غادي ندهنها مزيان هكا، والزيت من بعد غادي ندير الزيت، غنخلي هذا هكا مرقده واحد المده ديال كذا سوايع ولا 4 سوايع حتى نبغي نطيب. الخلطه البنات راه كتجي زوينه، كتجي هكا كيجي الدجاج لذيذ بزاف. صافي، غنخليه هكاك واحد المده ديال 3 سوايع ولا شنو، حتى نبغي نطيبو مع ندوزو نتلاقاو باش نكمل معاكم الطريق. صافي، دابا غادي ندوز باش غادي نوجد سميتها الروز. سمحوا لي، راه مطلوسي كتغسل في الماء هنايا كتقرقع بحدايا. غادي ندير واحد المعلقه ديال التحميره في هذا الروز، طلقته من طبيعه الحال، وغادي ندير واحد شويه ديال الابزار، غير شويه، باش غنسي هذا الروز وصافي. انا ما غندير ليش الشرموله من بعد، ديال هذيك اللي غتبقى ليا ديال الدجاج. غادي ندير واحد المعلقه ديال مركز الطماطم، داكشي ديال الزربه وصافي، هادشي راه جا على غفله يعني، ما كناش دايرين حسابو. وغندير واحد الزبيبينات مقطعين هكا، تقدروا ديروا نتوما شويه ديال الكبده او الكفته او اللي بغيتو هكا، تخلطوها مع هذا الروز هكا باش كتجي زوينه. صافي، غادي نخلط انا هادشي كامل، وغادي ندوز باش نعمر بيه الدجاج. غادي نخلط ونرجع معاكم. صافي، دابا غادي ندوز غادي نعمر هاد الدجاجه اللي خليتها مرقده تقريبا واحد المده، انا رقدتها شويه بكري. صافي، غادي نعمرها بهذا الروز هكا، داكشي ديال الزرب راه تبعاني طريق، باغا نخرج كنزرب. صافي، غادي نعمر انا هاد الدجاجه هكا كامله، وغادي ندوز نغطيها بالبابي سوفيليزي، ونغطيها بالالومنيوم وندخلها للفران. غادي ندوز دابا غادي نديرها هكا في المول، غادي نديرها في هاد الكاغيط هكا باش ما تلصقش ليا، وهكا تبقى صحية أحسن. غادي ندير هكا، وغادي نغطي بهذا، وعاد غادي نغوز عليها في الألمنيوم. ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل، مطلوسي جالسة هي الزرب باغي نخرجو. إيوا راه مكاين غا زرب 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 زرب، نسمي عليها نسمي عليها، راه شحال هادي مرات نتي كانت كتحط معايا الفيديوهات تاع كاتوره، شات راه هي دابا حامله وما بقاتش كتسال. السلام عليكم، نتمنى تكونوا عرفتوني من صوتي، تذكروا الصوت ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة. طيب،
صافي خرجت قضيت الغرض اللي باغا نقضيه، ولقيت الدجاج ديالي طاب هكا الحق وقت العشاء، فكنحط العشيوه ديالي هكا، درت الدجاج مع خضيره صوطي عشيوه خفيفه ومغذيه في نفس الوقت، يعني بنادم تياكل خضره زوينه، وفي الليل بنادم ما تيقدرش ياكل بزاف، هادشي علاش درت غير الدجاجه مع شويه ديال الخضره، وهكا واحد الشليضه ديال خس ومطيشه الخيار ومطيشه وبصيله، شليضه خفيفه هكا نتعشاو نبقاو خفافين وضرافين، يعني بنادم في الليل ما تيقدرش يتقل بزاف، يعني تيبقى يغلق بزاف ونيت عينه باللحومات، يعني العيد راكم عارفين بنادم تياكل لحم بزاف، فهكا بنادم كيبدل وصافي. فكيكون هذا هي العشيوه ديالي، عشيوه خفيفه ظريفه تجيج ومع ديك الشليضه ما نعاودش ليكم، كتقاي هكا خفيفه. غادي ندوز دابا ناكلوا هذا الشيء ونمسحوا الطبيله ديالنا، وهكا غادي ندوز باش نوريكم المفاجاه اللي حضرت. فمرات لوسي هاد الساعه راه مازال ما فراسه حتى شي حاجه، هي واخا هي كاينه معايا في الدار ما فراسه حتى شي حاجه. من بعد ما هزينا الطابله جبنا هاد الحليوه هادي اللي غنديروا بها عيد ميلاد السندوس بنت مرت لوسي. صافي وجدنا هاد الطبيله هكا بهذا الشيء اللي هو بسيط هكا باش نحتفلوا بالدريه صغيوره، في داكشي بسيط وصافي، داكشي اللي كاين صافي قدينا بيه هكا باش نديرو للدريه صغوره نفرحوها وصافي. صافي ما فهمن شي حاجه اللي هي بسيطه تقدري تخلقي واحد الحاجه اللي هي زوينه، هكا فرحنا بالبنيه بهادشي اللي هو بسيط جدا بموات ومينيضه وهاد الحليوه هكا على قد الحال، وهكا واحتفلنا بالبنيه فرحناها. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sundus, happy birthday to you. واحد جوج ثلاثة و وهكا كنكونوا وصلنا ان شاء الله لنهايه الفيديو. كان هذا هو النهار ديالنا، احتفلنا بيه ضحكنا فيه شويه هكا كنسيو شويه الوقت وصافي، وبنادم من شي حاجه بسيطه فكيحاول يخلق شي حاجه اللي هكا زوينه. وكنقول لكم دائما ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، ودائما تابعونا فدائما غادي يكون ان شاء الله هناك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.